طبعا احنا مشاهدين الكرام احنا اللي حنروح هناك، اكو شغلات حتى تعرفوها، اللي يجي سوق الغزل حتى لا ينغش لا ينضحك عليه، لا يقول له انه هذا اليف، هو بعدين ياخذه يطلع وحشي، يا اما يقصون المنقار، يا اما ما اعرف شو يشربوهم، يا اما يجوعه. وراح تشوفون شغلات، يعني الولد هنا اللي قال انا راح اشوفك وحشي حظه بخت. زين انا بدي اعرف اليوم حتى الناس تاخذ عبره من هذا الموضوع، لان بصراحه هواي ناس انغشوا، وانا اريد اعرف هذا الموضوع اللي قاعد يصير هنا. غني ابي فاطر. غني باحن، هذا عراقي. هذا اليف؟ اي اليف صغير هذا بعده، حتى يتعلم يحكي من يكبر. اها. هذا شنو هو؟ هذا بغبغاء. هذا بغبغاء؟ ايه. شلون اسعارهم؟ هذني الواحد ب 200. صغار ذني عراقيات. الواحد؟ ايه. ب 200. ايه. بس من يكبر ما يتوحش له هو؟ لا هو ولا اليف. ما يتوحش. زين. هذني هم ايرانيان. لا هذا مو ايراني، هذا كله مال دياله، قلت لك انا حلقه قبل شوي. انت مو تقول لي، انت تقول لي لا حلقه احمر. هاك حلقه احمر، هذا مال دياله. هذا مال دياله. ايه با حلقه احمر. لا حلقه ابلق ايراني. زين. بعد شنو الشغلات اللي تنغش هنا؟ اقدر اشوفن؟ اقدر اشوفن؟ السلام عليكم. شلونك حجينا؟ شلون صحة؟ حياك الله. الله يخليك. شنو بعد هنا؟ هذا الكوكتيل. هذا الكوكتيل. اي. هذا الكوكتيل معه، هذا يجي بيه وحشي ويجي بيه اليف. يجي بيه اليف. اكو هنا شو يسوون؟ هو مو اليف. شو يسوي مريض تعبان يقصه ما يعرف يقصه يقول لك هذا اليف. انت هذا ما قصه؟ لا هذا مقصوص. هذا مقصوص. بس هذا وحشي ولا اليف؟ لا هذا اليف. معه بين الاليف وبين الوحشي، الوحشي هذا بابا. مثل هذا اكو يقصه يعرف، معه هذا يعرف شو يسوي قصه. تعبه يسوي اليف. اها. ايه. يعني طبعا هاي المشاهدين الكرام هذا اللي قاعد نشوفه واللي توضح بموضوع الغش اللي موجود، واحنا نقول الهدوء ايش كان سعره؟ 10. شلون؟ هذا 50,000 الواحد. 50,000؟ ايه. هذا اللي يدخل بموضوع السحر وما سحر؟ لا احنا ما لنا شغله بهاي السوالف، احنا نبيع على الزينه. ما نبيع على السحر وما سحر، الله يبعدنا. والهدوء زينه؟ ايه احنا نبيع على الزينه. ليش اكو عندهم عالم خاليه بحدائق بهاي الزينه؟ مو شغله شعوذه وسحر. جماليه. اي جماليه. شغله جماليه هو. طبعا ست وضحت لنا هذا الموضوع وعرفنا، طبعا احنا مشاهدين الكرام لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي وبالذات بسوق الغزل، ونلاحظ انه موضوع الغش اللي قاعد يصير، ومثل ما حجي مره قالها هم اتذكر بهذا الموضوع. هذا ايش قد نهايته؟ هذا نهايته 190. نهايته 190. الواحد ولا الاثنين؟ لا الواحد. الواحد. هذا يكبر حتى يتعلم يسولف يعني. صغير بعده. شنو الاكل مالته؟ هذا يسموه السريلاك فقط. ايه. شنو عمره يلا يقطعها؟ يعني تقريبا 6 أشهر 7 أشهر. شنو العمر هذا؟ اسبوعين تقريبا، اسبوعين 12 يوم هيك. بعده صغير؟ بعده اي. الله يرزقكم يا رب. حبيبي الغالي. حياك الله. حبيبي الغالي. حياك.